وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في بيت حواء، من جدد التحية لكل من ضم إلينا حاليا. خلينا ناخذ نفس عميق لأنه هلأ أنا نحكي عن التنفس مع مجلة نكهات عائلية. نكهات عائلية، نكهات عائلية، نكهات عائلية، مجلة شهرية وهي طريقكم المختصر للرعاية الوالدية. يعني التنفس عملية نقوم فيها لا إراديا طول اليوم، لكن يا ترى هل هناك طريقة صحيحة للتنفس؟ للإجابة على موضوعنا يسعدنا أن نرحب اليوم بضيفتنا رولا وردة سكاب، مدربة اليوغا في مجلة نكهات عائلية وفاميلي فليفرز. يسعد صباحك ست رولا. صباح الفل. الله يسعد هالصباح. الله يسعد صباحك يا ربي. يعني أنت بتشاركي بالعديد من الأنشطة اللي بتتعلق بموضوع الرياضة، رياضة اليوغا، وبتهتمي بصحة المرأة، واللي بتنظمها كمان مجلة نكهات عائلية وفاميلي فليفرز. يعني هل يمكنك أن تعرفينا فعلا على عملية التنفس وشو الطريقة الصحيحة لأنه نتنفس صح؟ طبعا اهلا وسهلا، صباح الخير وشكرا لكم. حياه اف ام ومجلتي نكهات عالي وفاني فليفرز دائما بيجيبونا بمواضيع بتهم فعلا المراه والصحه بشكل عام، يعني للعائله كلها. لانه لما المراه او الام بصحه جيده كمان احنا بتقدر تعتني ببقيه العائله. فهي المنطلق التنفس انه احنا بناخذ زي ما حكيتي بالبدايه موضوع الشهيق والزفير، انه خلص احنا بنتنفس انه شيء عادي طبيعي. شيء عادي. هلا علم اليوغا صراحة إجا من منظور إنه النفس هو أساسي للصحة النفسية والعقلية والجسدية. ولكن قبل طبعا ما نتنفس، هلا إذا بحكي كلمة يوغا الكل دغري بيفكر بحركات اللي بنعملها باليوغا. هاي الحركات المفهوم منها الأساسي هي إني هقدر أساعد عضلات جسمي على الاستقامة، وعلى أنه تكون بطريقة بترحب بالشهيق والزفير حتى هقدر جسمي يستفيد. يعني أنت تخيليها إذا أنا قاعد على مكتبي طول النهار، أو بمعظم الأحيان إحنا كتير بالشتاء بصفي عاملين الانحناء متيبسين من البرد مثلا، متيبسين مظبوط. هلأ هذه العملية طبعا أنت عم تتنفسي مظبوط شهيق وزفير، ولكن هل عم بوصل الأكسجين للمناطق؟ هل عم بدعم العملية الحيوية تبعت الهضم، عمليات الدماغ، القلب، كل هالاشياء؟ فاحنا لما تكون قعدتنا مش مظبوطة، مشيتنا مش مظبوطة، ما عم بيعمل الشخص تمارين مستمرة للاستطالة، حتى كبير بالسن يعني مش ضروري يصير منحني ابدا اذا في استمرار بهاي العملية، ساعتها النفس مظبوط بيكون حلو طبيعي. ولكن في تمارين بتتخصص ب وبحب احكي باولها، يعني انه الشخص لما بده يعمل تمارين يفضل يكون هاي معلمة أو معلم متخصصين بالتنفس، لأنه في تمارين ممكن تأذيني وفي تمارين ممكن تفيدني. حتى بالتنفس ممكن يكون في تمارين بتأذي؟ صح. راح أعطيك تخيل، يعني زي الأعشاب، مش إحنا بنحكي الطب بيسموه البديل من أول أعشاب، ولكن مرات في عشرة إذا عم تأخذها بالضر صح؟ بالضر. بقدر أعطي مثل إن نحكي على الشهيق والزفير. هلأ إحنا عادة لو ناخد شهيق دائماً منشد معدتنا صح؟ صحيح. نعمل هيك. هي بعلم اليوغا بتنعمل بالعكس. بقدر أقعد إذا حدا عم بسمعنا مش عم بيسوق، هلأ يقعدوا قاعدة مستقيمة، أسند ظهري على الكرسي، أو حتى وأنا واقف أحط إيدي التنتين على معدتي. أوكي. لما باخد الشهيق هي فعلاً أنا بدأ أرخي المعدة. سو زي كأنه احنا بنشبهها دائما لما نعلم الصغار زي البالون. سو باخذ الشهيق بعبي المعدة. يعني ما نشد بطننا للداخل ونحن بناخذ الشهيق، بالعكس انه نعبيه بالون، نعطي الهواء للداخل. باخذ الشهيق برخي المعدة، الزفير المعدة بترجع. ما هي المنطق انت بتحكي وانا عم بجرب على فكرة. ما هي بدنا اياها نجرب. كل حدا بالإذاعة لازم هلا يكون عم يلا بالضبط، كل مستمعين يجربوا انه ياخذوا شهيق ينفخوا بطنهم. بس نرخي عضلة المعدة، هي المنطق تبعها انه الحجاب الحاجز مع الشهيق بينزل لتحت صح؟ بيعطي مساحة اكبر. ممكن الرئتين، ومع الزفير هو بيرجع لورا، فانا معدتي بترجع لورا كمان. والله هاي بدها تمرين، معناته جد بدها تدريب. هلا اولها انا فعلا لما بلشت يوغا اخذتني كم شهر حتى اقدر اتعود على اني كيف اعملها،
ولكن في اشياء، خلينا نعطي مثل اللي حكينا، حدا عنده مثلا ضغط دم، لما بنعمل معهم تمارين التنفس، اللي عنده ضغط الدم او في مشاكل معينه بالقلب وهذا، يجب تجنب حبس النفس لفتره طويله. اللي عندهم ضغط ما بصير يحبسوا نفسهم كتير؟ لا، اللي عنده ضغط، اللي عنده، حتى اللي عنده panic attacks، بيجي anxiety أو توتر عالي، حبس النفس مرات ما بيساعد، لأنه حبس النفس بيزيد توتره، بيزيد التوتر، بيعطي إشارة للقلب بضخ كمان، ممكن هذا يؤدي لأنه توتر زيادة بدل ما إحنا نريح. ولكن في تمارين تعمل على دغري، تشغل الجهاز العصبي المسؤول عن الاسترخاء، ودغري الشخص بحس فعلا باسترخاء، فمعطيها سوري كتير، بنعطيها للشخص اللي عنده ضغط دم، anxieties، توتر، التوتر موجود حوالينا بشكل عام. يعني في هاي التمارين انا مش ضروري اروح على حصة احضرها، بتعلمها وانا موجود بالمكتب، بالمدرسة، وين ما بكون قاعدة، وين ما بكون قاعد بستعمل هاي التمارين. حلو كتير. يعني أنت كتبتي عبر يعني سنوات عن أثر الضغوطات اليومية والتوتر على أجسامنا في مجلة نكهات عالية وفاميلي فليفرز، احكي لنا عنها أكثر لو سمحتي. كان في المقالات يعني مختلفة، كل مرة بنحاول نتناول. ست وردة طبعا اختفى صوتها معنا، انقطع الاتصال، نعاود الاتصال فيها مجددا. تمام، ومدربة اليوغا رولا وردة سكاب، صباح الخير من جديد. قطع الاتصال، أخذ زفير شكله، شكله يعني عم بجرب التنفس. جميل، بسيط. كنا عم نحكي عن الضغوطات اليومية وأثرها فعلا. فهلا الضغوطات اليومية بشكل عام إشي ما نقدر نهرب منه، وإحنا عم نشوفه حتى الضغوطات طبعا بتزيد وبتزيد، وخصوصا طلاب المدارس، بحب أركز أنا على طلاب المدارس، الأهل، أي حدا موجود ضغوطات، حتى لو إحنا ما عم نضغط لأولادهم، بشكل عام الجو موجود حوالينا ضغوطات. فهلا في إشياء ممكن نعملها بسيطة، أنا ما في داعي دايما نفكر إنه لما بدي أحل مشكلة لازم أعمل إشي كتير كبير. الحلول ممكن تكون شغلات يومية بسيطة. مزبوط إحنا ما عندنا وقت مرات نطلع نمشي، ولكن حاول أبذل مجهود كتير بسيط لما الطقس منيح. شاهدنا من خلال قناة اليوتيوب للمرجع والمطبوعات فيديوهات مسجلة لإلك، وطرحتي فيها إحدى موضوع التوازن بين عناصر الطبيعة مع العمليات الحيوية بأجسامنا. بتمنى كل المستمعين يقدروا يفوتوا على طبعا الفيديوهات ويحضروها، موجودة على قناة اليوتيوب للمرجع والمطبوعات. يعني بدنا نشكرك كتير مدربة اليوغا رولا وردة سكاب، يعطيك ألف عافية على هذا اللقاء الرائع، شكرا كتير لإلك. شكرا لكم، ونهاركم سعيد، نفس يعطيك العافية. إن شاء الله يا رب، فعلا الحياة بدها نفس طويل، وحتى تربحوا قسيمة بقيمة 30 دينار من مختبرات ذلاب ومجلة نكهات عائلية، أجيبوا على السؤال التالي على المنشور الخاص على الفيسبوك لمجلة نكهات عائلية، واذكروا موضوع آخر من مواضيع الفيديوهات المسجلة لرولا وردة سكاب الموجودة على قناة المرجع للمطبوعات واليوتيوب، فوتوا احضروا واكتبوا لهم، وأكيد إن شاء الله موفقين. نكهات عائلية، نكهات عائلية، مجلة شهرية، وهي طريقكم المختصر للرعاية الوالدية.